تأجيل حلقة السيد قرقاب بناء على طلبه، وأعتقد أن في الحلقتين إما الجاية إما اللي بعدها بإذن الله حيكون ضيف معنا بش يجاوب عديد من الأسئلة. اليوم حلقتنا ربما تكون مفرحة أكثر أو مبشرة أو واعدة أكثر من حلقات الباقية. حننضم مع شباب ليبي واعد، وحتكون الحلقة حلقتنا اليوم الشباب الليبي بين الأمل وسندان الحرب. للأسف الشديد أن احنا نستغلوا في طاقات هذه الشباب مش في محلها. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. نحن في بلاد تعيش حالة غير اعتيادية واستثنائية، طالت وترسخت حتى أصبحت هذه الحالة جزءا من يومياتنا. فصور الدماء والدم والمواجهة والجنائز هي مشاهد أصبحت شبه طبيعية، والأخبار التي تبرز حصيلة القذائف التي تسقط على الآمنين والنازحين الذين يخرجون من بيوتهم، والمواقف السياسية المتصلبة والخطاب المصاعد للأزمة أصبحت هي الأخرى يومياتنا ذاتها. أصبح كل ما هو طبيعي وجميل وهادئ أو أمر يبعد الفرح على النفس يدعو إلى التساؤل، كيف يخرج الجمال في مشاهد منافية لطبيعتنا الإنسانية؟ مجموعة جديدة تنتشر وتكبر كل يوم، موجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة اسمها وريني شغلك. فكرة هذه المجموعة تقوم على مشاركة موهبتك أو مهارتك أو مجال تخصصك وعملك أو أهم أعمالك وحرفتك أو إسهاماتك الذي تقوم بالعمل عليه كمشروع صغير يوفر مورد رزق. هذه المجموعة أو مجموعة وريني شغلك أعطت صورة مغايرة للواقع من خلال إسهامات عديدة يقدمها المشاركون لتوفير إمكانية التواصل معهم، مما يعتبر خلقاً لبيئة عمل ومناخ لتبادل الأعمال الصغرى وتنميتها. تتراوح معروضات هذه المجموعة بين المشغولات اليدوية وأعمال الخزف المنزلية، إضافة لأعمال الصيانة والبناء والتشييد والصناعات الغذائية وإبداعات شباب وشابات في المقاهي والمطاعم والمنازل كأعداد المأكولات السريعة والحلويات والتجهيز لمأكولات المناسبات. عندما تتجول في الصفحة ستجد أيضاً التحف واللوحات الفنية، ولن يغيب مجال الهندسة والتصميم وتصميم المنازل وديكوراتها الداخلية، ولا يتوقف الأمر عند الزراعة والتجميل وتصفيف الشعر وغيرها الكثير والمبهر مثلما نرى في هذه الصور، وكذلك أعمال التطبيب وغيرها الكثير والمفاجئ والذي يبعث على الفرح والأمل بأن هناك شباب ليبي واعد قد يواتيهم الزمان والوقت ذات يوم قريب يحققون فيه أحلامهم ويكبرون، بل ويعطون صورة على أن ثمة مشهد آخر جميل قد لا نراه. هؤلاء الشباب هم استثمار حقيقي من خلال هذه المشاريع، والتي تعبر عن إبداع وموهبة لا زالت حية وتعمل، ويمثلون هوية ليبية خلاقة ومتميزة بمقدورها صناعة أعمال، بل وتحقيق صناعة وجودة لطالما غابت عنا نحن الليبيون أنفسنا. وهذه الحلقة هي مبادرة تشجيعية لقضية يعتبر الاهتمام بها أجدى وأكثر أملاً، في أن ندعمها وأن ننميها، ونطرح فيها السؤال عن متى نستغل هذه القدرات من أجل أن تكون معاول بناء في بلادنا، لا أن تكون معاول هدم وحرب ودمار. فهم شبابنا، هم المكسب والمغنم، وهم الأمل الواعد والذي يحمل الكثير من الطموح. خير الله إبراهيم لبرنامج فلوسنا. شكرا. الحقيقة مش عارف أنا بس اللي تأثرت بهذا التقرير ولا الجميع، لكن شكرا لخير الله إبراهيم على هذا التقرير الرائع. الحقيقة من المؤسف إن احنا نشوف شبابنا
يتجهوا لحرب ونفقدوهم، وإحنا نقدروا نطلعوا منهم كل هذه المواهب. خلونا نرحب وإياكم بالسيد أحمد قرواش، صاحب فكرة جروب وريني شغلك. في جروب في الفيسبوك اسمه وريني شغلك، هو اللي يعرضوا عليه كل أعمالهم الشباب الصغار هذوما. خلينا نبدأ بأحمد قرواش. سيد أحمد أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لانضمامك معنا اليوم، أسعدتنا. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا بك قرواش. أنت قرواش يعني كيف جاتك فكرة وريني جروب، أنك تدير جروب في الفيسبوك وتسميه وريني شغلك، ليش جاتك الفكرة هذه؟ والله سيد أحمد طبعا حكم شغلي هنا في التصوير الدعائي، تصوير المنتجات، وانت عارف ان معظم الاشغال والبدايات الجديده يحبوا هو يصور منتجات بتاعه ويعرضها على الفيسبوك ويشتغل بها. فقداش مره قابلتني موضوع ان في مجموعه شباب مثلا بادئ في الشغل وبادئ في برنامج جديد ويبي يصور ويشتغل شيء هو، لكن كيف يتواصل معنا؟ واحد ما يقدرش القيمه الماليه بتاع التصوير، ما يقدرش القيمه الماليه بتاع الاعلانات المموله. انت كنت تصير لك شكوى وانت ترد الشاب في بداية الشغل واحدة، تحس ان احنا في يوم من الايامات او مرحلة كنا في نفس مكاننا. ففي اليوم هذاك نفسه تواصل معي واحد مع صلاة المغرب في رمضان، بادي في شغل جديد حقائب يبي يصوره، فلما قلت على القيمة بتاع التصوير يعني حسيتها كانها نحبطت يوم، ما قدرش انه هو مثلا يصور منجا ما عندهاش قيمه هي. وانا ما نقدرش نخدمه، لاني لو خدمت حنخدم غيره، وانا معي شباب يشتغلوا ولازم المبلغ اللي محطوط هو مدروس انه يتقسم بين الشباب اللي بيشتغلوا. صح. فقعمزت هيكي بيني وبين نفسي، حق ضيقت شويه، لكن يعني قعدت مفكر انه كيف نخدم، كيف نقدم شيء للشباب هي. فجت الفكره نتاع اني انا نصنع جروب ونشتغل عليه بحكم نقدر نسوقه باقل شيء، نقدر نكبره ونخليهم انهم ينشروا عليه ويوصلوا افكارهم ويوصلوا اشغالهم باي طريقه، لو كانت حتى بالتليفون يعني. فالمهم انه يكون في تفاعل وشيء هو يتقدم له من غير مقابل. فتوكلت على الله يعني، سميتها وراني شغلك، شدرت له هوية بسيطة هيك عن طريق هنا يعني اشتغلتها، وتوكلت على الله. كتبت المحتوى بتاع اللي هو دعم الشباب لموضوع انه هو بداية بتاع ندعم بها الشباب ونوصلوا خدمتهم عن طريق الجروب. هو في ناس يعني قدروا يبيعوا منتجاتهم عن طريق الصفحة هذه، قدروا يسوقوا منتجاتهم بشكل أحسن، فتحوا ولله الحمد يعني. من أول يوم الجروب فتحت فيه ممكن من ليلة نفسها وصل لي 1000 عضو. أول يوم هذا؟ نعم أول يوم هذا؟ في أول يوم هي. أول يوم وصل فيه. أنت قديش ليك مدايرة الجروب هذا يا أحمد؟ نعم؟ قديش ليك مدايرة الجروب هوا؟ الجروب درته بالضبط ممكن يوم 7 أو 8 رمضان. أوه هذا جروب جديد، توا فيه 30-25 ألف نفر ولا؟ واصل 35 ألف. ما شاء الله ما شاء الله. باي طيب أحمد، قبل ما نمشي لمهند بوزودة، شنو الأعمال اللي لفتت انتباهك اللي مش من موجودين اليوم معانا من الشباب؟ شنو الحاجات اللي أنت رأيت إن هي رائعة ولا عديدة مش هتقدر تعطي حد حقه؟ والله صدق والله انصدمت بجد بكمية مواهب الشباب، الله يبارك. يعني شيء حدث طيب. طيب مهند، أنا أحمد، سيد أحمد، أنا طلبت منك البارح إنك أنت تختار 4 أو 3 ناس، اخترتهم فعلا معي. الرابع اللي هو عصام الدريس أنا بعتولي حد صديق في الفيسبوك ما نعرفهاش الحقيقة، وكنت متشرف بمعرفتهم كلهم الشباب. لكن انت الثلاثة همال اللي اخترتهم على اي اسس اخترتهم؟ انا اعطيتك انت اللي تختار الشباب اللي بيخشوا معنا، على اي اساس جبتهم؟ انا ما اخترتهمش. انا اول ما تواصلت معي سيد احمد على طول نزلت ستيت في الجروب وخليت الشباب اللي ترشح اللي موجودين، الاعضاء اللي في الجروب هم اللي رشحوا الاشخاص اللي بيطلبوا. فاختار مهند ابو زوده
اكثر، ويعني صار ترشيح، يعني مجموعه كبيره رشحت سيد مهند بوزوده، رشحت سيده مرام، وفي ناس ثانيه يعني، لكن بحكم ذيك الوقت ما خدينا الاربع امتار اكثر ترشيح. طيب طيب خلي اللي يدخن ينزل دخانه لانه باين على الكاميرا راه. تمام. خليني نمشي قبل ما نمشي لمهند بوزوده، خليني نمشي لعصام ادريس. عصام ادريس تارزي ومصمم ملابس. عصام اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لانضمامك معنا اليوم. استاذ احمد انا سعيد، وكل سنه وانتم طيبين جميع الاخوه النبيين وجميع المؤدين. اهلا وسهلا بك عصام. عصام اليوم اكتشفت اكتشاف جديد، انا اقدم محل نعرفه في ليبيا هو محل بن سعود والشيخ تقريبا عام 44 45 1945، هذا يعتبر يعني على حسب علمي هو اقدم محل، لكن اليوم اكتشفت اثناء حديثي معك ان انتم عندكم محل متاع خياطه برضو عام من 1945، احكي لنا على قصته عصام. القصه كالآتي، طبعاً الشغل المهني والتجاري والحكومة في عامة يعني عمرها عريق جداً، يعني يكون وأكيد لا لا، يا ريت من الشباب يعاود الاتصال به أو يكلموه حتى صوت، بس مش هنقدر نسمعوه عصام بالطريقة هي. خليني نمشي لمهند بوزودة. مهند أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بك ويا احمد، كيف حالك وكل عام وانت بخير. وانت بالف صحه وسلامه مهند. مهند احكي لنا، انت نجار وتعمل في اعمال خشبيه، يا ريت حتى الكنترول رومي يعرضوا لنا الاشياء اللي الشباب قاعدين يشتغلوا فيها. مهند احكي لي على الشغل متاعك، شن انت عندك ورشه ما عندكش، شن نوع زباينك، شن الشغل اللي تشتغل فيه مهند؟ هو حاليا طبعا الحمد لله، الاول كانت الورشه عباره عن ورشه صغيره في الحوش. إيه؟ بدايتي يعني كانت حاجات خفيفه ومظلات اكواخ الحاجات الخارجيه قبل ما اخش في الاساس الداخلي. بعدين لقيت الموضوع يتطلب ان نكبر شويه المشروع، ماكينات اكبر، مكان اوسع. فحاولت ان نطور من نفسي وحاولت ان ننسق كيف نحصل ماكينات ونفتح ورشه كبيره. والحمد لله يعني فتحت ورشة وخشيت في الأعمال الداخلية اللي هي الأثاث الداخلي. هي مهند 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 الأعمال الداخلية تكسب أكثر من الأعمال الخارجية يعني؟ هي تعتبر الأعمال الخارجية موسمية يعني. موسمية، الصيف يجوك يعني زي المظلات والأكواخ والحاجات هذه، ديما في الصيف يكون شغلها أكثر من الشتاء. صح صح. وبحكم إنه ولا مشروع دخل مادي يعني، معاش ولا هيك هواية. فانا لازم نغير هيك وهيك يعني. امتى 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 بدأت؟ انا ما نبيش نسالك تو على وضع ورشتك مهند، لكن امتى بدأت شغلك انت؟ والله يفضل غريب يوم الحظر بس باذن الله. لا امتى 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 بديت شغلك يعني، اول ما بديت من الحوش امتى بديت مهند؟ هو طبعا لما يكون المجال هذا عندك حد في العيله يكون سهل، مش زي اللي بديت بروحي يعني. كان العيلة عندنا نجارين وورش نجارة، فالبداية كانت بالضبط في 2010-2009 من حاجات خفيفة وحاجات بسيطة، لكن تطوير الموضوع بدأ من 2014-2015 يعني. نقدر نقول انك انت اول ما حاولت، اول ما بديت شغلك بشن بديت انت، شن العدة متاعك؟ العدة البسيطة اللي هي انشار المدفع الكهربائي العادي يعني، حاجات صغيره طول صغيره كلها. وتو الماكينات الكبيره اللي وسعت بها الورشه متاعك، اذا شريتها شري ولا تاجر فيها ولا كيف؟ لا في الاول، اول ما بديت اجرت ورشه كامله بالماكينات متاعها. الموضوع هذا ما يساعدش بحكم مسؤوليه الماكينات وحاجات زي هيك، والمبلغ بتاع الايجار قلت انا نوفى نشري به ماكينات حاجه تخصني احسن من اني اجرها. فبعد حاولت ان الحمد لله يعني شريت ماكينات لإمكان إيجار، لكن الماكينات تخصني يعني الماكينات الخاصة. طيب مهند يعني البعض توا يحس ان انا والله ما عندي الشعور هو وعمري ما حسيته، بالعكس انا نعرف ان النجارين يقبضوا في فلوس احسن من الوزير لو كان بالحلال، انا نعرف ان التارزي يعني، لكن الليبي يشوف ان هذه الحرف اليدوية يشوف فيها متاع
يعني وافدين من برا متاع ناس تتمرمط متاع شن تقول على المهنة. يعني كان عندي صاحب نجار نشهد بالله أن كل خميس كان يسافر أموره بحبحة جدا يعني في عين زارة كان معروف وأموره كويسة. هل فعلا هذه النظرة الدنيا حقيقية للمهن ولا أصلا عش ولت موجودة؟ المشكلة اللي نعانوا منها إن ديما الحرفة اليدوية بالذات ما نعرفش هل اندثرت، هل الناس متحشمة منها معش زي قبل تو زمان نشوف سوق الجزارة والناس اللي تخدم الحاجات اليدوية كانت موجودة. في فترة من الفترات إن حسينا الأجانب ما نبيش نميل حد، يعني الأجانب بصفة عامة الشغل عندهم هنا أحسن من إحنا، مجالهم أوسع، خبرتهم أكثر، ما نقدرش نقول شنو بالضبط. الفترة هذه في فترة معينة، لكن يا مهند أنا نعرف يا مهند إن 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 لما يجي الليبي يبني حوشة وأنا واحد منهم، كنت نجيب في ليبيين ليبي نرفوزي أعصابه في رأس خشمة، وأنت كده واحد منهم يعني مش استثناء، وتعطلوا وما عندكمش كلمة، لكن الله غالب مجبورين عليكم، ولأن خدمتكم كويسة، لأن خدمتكم خدمة الليبي بالمعروف هيك يعني بالمجمل الليبي دي ما خدمته قنطة يقولوا، والظروف الاجتماعية تحكم يعني من زي الأجنبي اللي جاي لشغل فقط. ايه. يعني موضوع في خدمة الكمية الخدمة اللي تجي في الأسبوع ماذا بيه يكملها بأسرع وقت إنه متغرب يعني والله بحاله، فماذا بيه احنا الليبيين الموضوع متاعنا وديما نتناقشوا فيه ديما نتكلموا فيه عليه، إن احنا نعطلوا عندنا مناسبة اجتماعية، عندنا مش عارف شنو المناسبات الاجتماعية دايرتنا عرقلة أو سوء تنظيم الوقت، حتى هو مداير عرقلة في الموضوع هذا، وأغلب الزبائن هذا كلامهم ليبي لا بتعطل لي وقداش وعطيني وقت معين وبالضبط. فنحاولوا ان احنا تنظيم الوقت هذا نحاول بقدر الامكان باش نكتب الزبون. عندك صورة عندك كويسة موظفين للزبون. عندك موظفين مهند؟ والله هو طبعا تشجيع الورشه مع شاب مصري يعني محمد هذا شبوب مصري هو اللي شجعني وخشيت انا وياه ورشه وقال لي توكل على ربي ونخش معاك، وموجود معي يعني قاعد حتى هو موجود معي، وشاب ليبي يتيم الهنشيري الله يذكره بالخير قال لي بنتعلم انا نبي نتعلم معاك، فحاليا موجود معي في الورشه يوميا، وما شاء الله عليه انسان يقرا في الجامعه وفي نفس الوقت بعد الجامعه يجي يخدم معي تمام. انت يعني يصدق ويتعلم يعني انت مشارك واحد مهند مصري وجبت واحد ليبي تبي تعلمه، خلينا نقول يساعدك وتبي تعلمه. ايه مكسبها يعني ليبي معي يتعلم ويستفيد يعني ال 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 خلينا نقول المكاسب كيف تكبر فيه شغلك، شنو هو الجزئيه مثلا اللي تخليها راتب لك انت، وشنو هل دائما كل شهر تزيد تكبر في حاجه، تكبر في الشغل بتاعك، تشتري في ماكينات جديده، ولا يمشي لمصروفك انت، ولا شم داير في على التنظيم هيا يا مهند؟ هو طبعا كلنا نعرف ان شغل النجاره والماكينات لازم تكون الماكينات ديما ابديتنج، ديما تحديث للماكينه، وخاصه الماكينات النجاره خطوره الاستعمال نتاعهم، خطوره الماس نتاعهم، وفي نفس الوقت السعر نتاعهم سعر القطع الغيار والحاجات دي غاليه شويه. فنحاول ان نحاول ان يعني كل فتره زمنيه مثلا كل 3 شهور ومرات في حتى شهر ان يتكسر موت نتاع ماكينه او قطع غيار نتاع ماكينه، فبنضطر ان احنا ديما نخصص مبلغ خاص للماكينه، يعني الماكينه جزء زي نحن يعني زي اللي ناخذها هنا بتاخذ الماكينه. ممتاز. لكن شنو الحل متاع يعني مشكلة كبيرة، مشكلة عدم الانضباطية في الوقت عندنا يا مهند؟ هذه يعني المشاكل الأمور الاجتماعية كلنا ربما عندنا مشاكل عندنا أمور اجتماعية، لكن في اللي يقول إن اللي ما يشتغلش 12 ساعة في اليوم لا يمكن ينجح. كيف تقدر تتغلب على أمورك الاجتماعية باش إنك أنت تكون منضبط في 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 شغلك؟ منضبط في وقت. انت اعطيني يا مهند، انت اعطيني نسبة الناس اللي يطلعوا منك زعلانين في موضوع الوقت، لكن بصراحة ما تزوجش الحقيقة، قول لي نصهم
ربحهم يطلعوا زعلانين في الوقت قداش في المية؟ نقولوا مثلا 20، نقول 20% اللي نشبح فيها هناك نفسي ومواعيدي، 20% في منهم يطلع زعلانين كموعد، لكن نحاول بقدر الامكان اني نرضيه بنوع الشغل او التشطيب او ال... يعني في من الناس يقولوا لي كذا، يقول لي والله معلش شو بقول لك، انت عطلت علي لكن والله الشغل جاني تمام. يعني حاجه ترفع حاجه زي ما نقول. ونتهرب من موضوع ان ليه ماذا بيا لما ناخذ شغل. طبعا زي ما تعرف ورشه وصفحه ومكالمات وناس معارف، في اللي يكلمك وانت قاعد عندك شغل تتحشم منه، هذه واحده من الحاجات اللي المفروض تتنحى. يعني كنا احنا ليبيين عندنا، وانا في عز شغل مثلا ولا واخذ شغل ونخدم فيه، صديق او جار او صاحب او زبون يجي في الورشه يقول لك انا عندي حاجه خفيفه، يعني ما تاخذش في الوقت ان الحاجه اللي حتى الواسطه حتى يوم كامل. الواسطه حتى في القطاع الخاص يا مهند. ها نعم، الواسطه حتى في القطاع الخاص. الواسطه لا الواسطه حتى حاجه. طيب مهند خليني نسالك بعدين على المشاكل اللي تواجه فيك وطريقة تسويقك لمنتجاتك. هل تعبى بس على جيرانك وعلى أصدقائك وعلى زبائنك اللي اشتغلوا معاك قبل بش يجوك زبائن تانين، ولا كيف تدير بالضبط؟ خليني أسألك بعدين، لكن خليني نمشي. طيب عصام إدريس تسمع فيها كويس سيد عصام؟ عصام إدريس قاعد ما يسمعش فيه. طيب آنسة مرام مصطفى، فنية في مجال الخزف والنقش رواسي، كيف اخبارك يا آنسة مرام؟ جماعه راهو جايبين لي الصوره هيك ما عادش نقدر نتلفت انا. الحمد لله كويسه. الله يسلمك آنستينا يا مرام. مرام قديش عمرك؟ 22. ما شاء الله. طيب هدرزي لي على شغلك مرام، شنو اللي حطيتيه في صفحه وريني شغلك، شنو اللي حطيتيه فيها؟ يا ريت توروني شباب الاعمال بتاع الناس. مرام تسمعي فيها كويس؟ تفضلي مرام تفضلي. ألو. نسمع فيك كويس مرام تفضل. انا حطيت مجموعه من الاعمال الخزفيه اللي كنت نخدم فيها في الجامعه. ايه طبعا انا تخصص جرافي، تخصص خزف. انا اسف راو اللي ما قدرش صوته نسمع. ايه مش انا هذا الخزف. مجموعة أعمال الجامعة. لا خلاص. خلاص. لأن نزلت الجروب. لأن أنا الحق ما كانتش عندي جرأة ولا شجاعة لأن نزلت الجروبات. كملي. تمام. كملي مرام تفضلي. تمام. ما كانتش عندي جرأة طيب انا اعتذر منك مرام، حاولوا تاخذوها صوت زي ما قلت لكم، حتى عصام ما يسمعش فيه ولا نسمع فيه، حاولوا تاخذوا فيه تاخذوه صوت فقط. محمود القش تسمع فيها محمود؟ نسمع فيك صدح. اهلا وسهلا بك احمد يا قش، شنو اخبارك؟ استاذ احمد قلت لك اهلا وسهلا بك استاذ احمد من غير استاذ. طيب محمود انت مشيت للسويد، سافرت هجرت للسويد مظبوط؟ طيب تمام. طيب بعض الناس يقولوا ان يعني يمشوا يهاجروا للبلدان الاوروبيه في اللي يهرب في هلبة اسباب يطلعوا على خطرها ليبيا، لكن واحده من الاسباب لقمه العيش. بكل بساطه السؤال، هل السويد واوروبا مكان اسهل من ليبيا تدير فيه فلوس ولا لا في اي مجال؟ على حسب المجال. وصح في ناس دارت فلوس دارت مشاريع، لكن حسب التخصص. هذا ينطبق على شنو؟ الهوايه في اوروبا كلها مقبوله بشكل كبير،
لكن الفن بصفة عامة مقبول في أوروبا، لكن في ليبيا ما مش عارف هل ينطبق هذا على الخامة، على الماكينات، على الميكانيات، على مساعدة الدولة؟ في حاجة ناقصة في ليبيا. مهند مش عارف. مهند لو كان أنت عندك غدوة حصلت مبلغ، هل تدير ورشة نجارة خلينا نقول 50,000 يورو ولا 50,000 دولار تمشي تفتح ورشة نجارة في طرابلس ولا تمشي تفتح في ليبيا ولا تمشي تفتحها في السويد؟ أنا مش مهند أستاذ أحمد، أنا اسمي محمود. محمود آسف. محمود قلت لك أنا بنفتح، أنا أكيد عندي منزلت من 2004 أنا بندير مشروع، لقيت أن السلبية ممكن تقريبا في النجارة قاعدة زي ما خليتها في 2001، نزلت 2007 تقريبا، لقيت في 2010 و11 في اقبال في حاجات جديده من نجاره، من الحاجات مثلا في البيت زي الارضيه الباركي. طيب في مشاكل معنا من السويد يكلم فينا مفروض محمود القش. طيب عصام يسمع فيها كويس ولا لا؟ مهند نعم ايوه. طيب مهند شو المشاكل اللي قاعده تواجه فيك؟ يبدو انت الوحيد اللي وين قاعد انت في طرابلس مهند؟ ايه موجود في طرابلس. ايه طيب المشاكل اللي قاعد تواجه فيها مهند في شغلك كنجار؟ اغلب المشاكل من حاجه واحده اللي هي المواد، وخاصة الفترة هذه طبعاً المواد لما تبدأ ماشي بنمط معين وشغل معين خلاص زبونك عودت على نوع من الشغل بمواد معينة، وبعدين تنقص معاش تقدر تقدم نفس المواد اللي كنت تخدم بها، تلقى روحك إن السوق فرض عليك مواد مش نفس المواد اللي خدمت بها، سواء في الجودة بتاعها سواء في الشكل أو الألوان، ما عندناش خيارات. هني واحدة من المشاكل، وحتى أنواع الخشب، تشوف العالم الثاني أنواع الخشب عندهم ما شاء الله، يعني إحنا أنواع محدودة من الخشب، وفي نفس الوقت المشاكل التخليص، طبعاً هذه كنا عندنا مشاكل منها الأغلبية متاع الحرف، مشاكل الإخلاص، اللي ينقص فلوسه، اللي ما يخلصش، اللي لكن هذا شوية. لكن هذا مش يجب انك انت تحط لحد، يعني مثلا مهند يا اما بتتحشم من اصدقائك يا اما بتولي ملتزم بمواعيدك، لكن تتحشم من اصدقائك وتلتزم بمواعيدك، احنا نبو لمهند انه هو يتحول من نجار صغير وشريك لشخص اخر لصاحب شركه، يعني تقدر تتحول بهذه الطريقة هي، عرفت؟ لكن انك انت بتخلي علاقاتك الاجتماعية صحيحة يبقى بيصير فيه خلل في تسليم مواعيدك، ايضا في نفس الوقت مش هتقدر تطور من نفسك لو كان، يعني انت في الاخير نجار، انت ما تبيعش في، ما تجبسش في ناس ولا تعالج فيهم، النجار اللي جاي يبي حاجة مش حيموت لو كان ما اخدهاش، يعني الطاولة ولا المفروض يخلصها وبعدين ياخدها، يعني هذا اللوجيك. طيب مهند غير من هيك مشاكل اللي عندك مع الدولة نفسها، خليني مع مشاكلك مع زباينك بعدين تنسمحها منك، لكن مشاكلك مع الدولة، الكهرباء اللي مفروض توفره لك، العمالة اللي مفروض توظفها وتشاركها، هل أسست شركة ولا لا، هل تأسيسك لشركة يساعدك ولا أنت زي توا تشتغل من غير شركة أفضل؟ ما نعرفش حتى وضعك، أنا هل أسست شركة ولا لا، احكي لي على هذا الموضوع مهند. المشاكل طبعا بتاع الكهرباء أنت قلتها، الميزة الكويسة فيها أن أغلب الليبيين أغلبنا كنا، يعني حتى الزبائن لما يجيك يقول الطيب يقول لك نفس الحالة، يعني هذه حاجة كويسة أن يراعيك في موضوع الكهرباء، أن مرات نقعدوا حتى بالثلاث أيام أربع أيام الكهرباء تجي تقطع وتجي، وفي نفس الوقت تجي ضعيفة، فهذه حتى هي كانت تعرقل فينا في تسليم المواعيد، لكن الزبون يشوف حلها ومساعدنا فيها، يعني بارك الله فيك، انه يقولنا زي بعض، يعني هذه الكلمة اللي متعارف عليها لما نقول ما عندناش ضي يقول لي باهي هي زي بعضها، لكن امتى المشكلة الثانية
اعتقد ان هذه مشكله تضايق فيكم مهند اكثر من ان حد يجيب لك شغل في نص شغل اخر عندك، يعني هذه ممكن اكثر حاجه تعطل فيك مشكله الكهرباء. هذا سوء اداره من هنا، ما بقدرش نقول ان هذا يعني سوء اداره مرات. ايه ما قلت لك من الاول، قلت لك خاصه الحشايم اكثر منها هي في الموضوع هذا. هنا سوء اداره، احنا تو نعرف هنا شباب يخدموا الموعد موعد ما شاء الله عليهم يعني في الموضوع هذا، والواحد يتمنى انه يكون زيه. إنه لا معلش تو عندي شغل تعال لي الفترة الجاية. تو الأجانب أبقى فيهم في الشغل هذاي ما يدخل الشغل على شغل أبد. إحنا مرات في فترة زمنية يعني أنا نخدم في شغل معين، الشغل هذاي مثلا بنقوله كنجارة بيخش بعدها الأزواج. أنا الفترة هذه لما بيخش الأزواج مثلا ولا فيها مرحلة ثانية بيمشيلها، الفترة دي بنقعد فاضي، ما نقدرش نخلي روحي فاضي ما نستقبل الشغل. يعني نحط مثلا الشغل هذا يبدي مني يوم يومين، نلقى روحي الثالث يوم رابع يوم الشغل هذاك غير، تعطلت في الشغل تعطلت في التسليم، لا كملت هذا. فهذا قلت لك هو عيب كسوء اداره من الناس اللي تخدم اللي هو احنا. طيب ممتاز مهند. طيب نرجع لاحمد قرواش. سيد احمد اهلا وسهلا بك مره ثانيه. اهلا بك سيد احمد. طيب قرواش، انت صاحب ادفرتايز شركه دعايه واعلام ولا لا؟ ميديا برودكشن. نعم، انتاج اعلام. ايه طيب، انت تعاني ربما من نفس المشاكل اللي يعاني منها مهند. حتى انتوا جماعه الدعايه واعلام والانتاج حتى هو عندكم مواعيد سيئه، عندكم ايه ولا مواعيدك ممتازه انت؟ والله شوف، احنا من ناحيه المواعيد تقدر تقول ان احنا ممكن مشكلتنا اهو من مشكله مهند، حتنا الكهرباء والمواضيع هي يعني نقدر نديروا لها حل من ناحيه المولد واحد. احنا مشكلتنا دي تعتبر مع الجهات اللي زي ما نقولوا الامنيه، يعني من ناحيه عرقله، من ناحيه حركتنا، من ناحيه أنا بالله مهند، أنا نبي نكون لطيف مع جماعة الميليشيات أو جماعة الأسف جماعة البوليس وكذا. أنا راو الجوجل ماب وفي في في حاجات راو تصور في كل شيء، ما فيش مقر ليكم مش مصور، ما فيش حاجة سرية. ريت هال يعني مش عارف، يا ريت ما عادش يضايقوا الناس بكبحهم إن ما تصورش وما تديرش، لأن هذا كلام فارغ. أنا هذا كلامي أيضا لمعالي وزير الداخلية إنه يهتم بحاجات ويكلم جماعة إن هم يكونوا لينين شوية مع الشباب اللي يصوروا. كل مرة نسمعوا بمصور محطوط في الحبس على كلام فارغ، يعني استعراض عضلات وخلاص. طيب كمل سيد أحمد. هذه واحدة من المشاكل، يعني أي شيء أول ما بتحرك الكاميرا وبتطلعها طول بتجيك سؤال، أعطيني تصريحك. تعطي التصريح، مرات تمشي الأمور وبتتسهل، ومرات بيعرقلوك بياخذوا منك. هذه حاجة من الحاجات. قاعدين يعتبروا في الكاميرا كأنها كلاشينكوف، يعني ممكن يلقى سيارة مسدس فيها ما ينخلعش، لكن كاميرا تخوف عنده. بيعتبروا فيها سلاح. صحيح. هي سلاح فعلا، لكن طيب أوكي كمل أحمد كمل. فهذه واحدة من المشاكل متاعنا. المشاكل الأخرى اللي هي غلاء الأسعار، ونفس الشيء زي ما قال لك سيد مهند في تخصصه هو، أن هو مواد خام طبعا غلطت عنده وتغيرت واحدة. احنا كذلك غلطت عنا الأسعار، كاميرات، المعدات، باش انك انت بتجهز وبتطور شغلك وبتطور حاجات هي تبي مبالغ ضخمة. فالوقت الحالي قاعدين نحاول ان نطور روحنا بأقل إمكانيات ونقدموا شيء كويس للسوق. في مجموعة مشاكل ثانية مأثر علينا، لكن مشينا وزي ما نقول الحمد لله. شنية المشاكل الأخرى أحمد؟ والله شو ما نقولك، هذه أولها اللي هي موضوع الغلاء اللي هي السعر، الفرق متاع الدولار، سعر الدولار، كذلك زي ما قلت لك الأمور القانونية ومواضيعها هي، وفي نفس الوقت زباينك احمد، زباينك على من تعتمد في زباينك، على القطاع العام ولا القطاع الخاص؟ القطاع العام هذا اخر زبون نعتبره فيه. علاش؟
علاش مثلا ما تسموش شعارات، ما تديروش حاجات مونتاج لجهات عامة؟ ليش الجهات العامة ما عندهاش أول شيء طلب؟ ولو كان في طلب أنت بتخش في مواضيع تانية وبتخش في هلبة حاجات تانية. سيد أحمد، سيد أحمد بتروح هو ما بيش يخش في لا لا، نتكلموا نتكلموا بشكل عام احنا. اعطينا اعطينا خلينا نعرف وش في رشاوي مع احمد ولا في رشاوي؟ طبعا احنا اول حاجه شغل وشاب صغير وبادي بالشغل وبادي بواحده، ما بيك انك انت بتبدا الشيء هو بالحلال يعني. أيوه. ما تبيش تخش في مواضيع الرشوه او انك انت تلوت فلوس خمس رزقك في الحاجات هي، يعني انك انت تعطي رشوه او تعطي عموله او تعطي واحده باش انك انت تستقبل شغل. ايوه. الجهات العامه تقدر تقول حاشا البعض منهم 80 الى 85% هكذا اللي تعمل عندهم، بتاخذ شيء او بتاخذ مناقصه او بتاخذ شغل، طبعا لازم منها انك انت بتكسب. طيب احمد، احمد الدوله تقول ان هي تدعم في القطاع الخاص، تقول ان احنا نحاول نساعدوا القطاع الخاص، هل تشوف في دولتك تساعد فيكم؟ لا، ما انا بحد ذاتي نعتبر كل شيء من الصفر الى حديث التو، ما ردش اي دعم من الدوله. يعني هل تدير الدولة تشوفها تدير لكم في مساعدات ولا عندكم عوائق منها؟ ما عندناش أي مساعدة، احنا بحد ذاتنا حتى في إن الواحد كيف بينشأ شركة أو واحدة عندك عراقيل يعلم الله بها، يعني واحدة من الحاجات كيف كان تسجيل الشركة شركة بيكسل، طبعا احنا حاجة من الحاجات اللي هي التصريح لا إله الله محمد رسول الله، زي إذن المزاولة ينعطى من وزارة الثقافة، قعدنا فيه من من حد لحد من تليفون لتليفون باش اعطونا اذن مزاوله. والله اي والله هذا الرجل اعتقد وزير الثقافه اما هو ان يكون يعني مغيب على كارثه، راهو السيد وزير الثقافه كل توقيعاته بالواسطه، ما نعرفش كيش يشتغل، قالوا لي اسمه والله غير نسيت انا كل شيء لا في وزاره الثقافه بالواسطه. أنا يعني اللي كان مسؤول على الورقه هي والتصريح هذا كان متعاون معنا بصدق، ويعني هو اللي جاب جابها لي وتوكل على الله واختمني بارك الله فيه. لكن الآلية انك انت كيف بتمشي تقدم على ورقه زي هي، اول ما بياخذ منك الطلب حيروحوا على اليمين، مش حتكون مرات من المسؤول او من الشخص المسؤول عن موضوع عوار، بتكون من الموظف اللي تحته او الشباب اللي يستقبلوا في الاوراق والطلبات. أي مش مهتمين بالشيء. اي انا لما نجي نصمم عندك شعار وموظف معاك يغلط في هذا الشعار، من اللي مفروض نحاسبه؟ مش مفروض نحاسبك انت؟ ايه خلاص اوكي، معناه وزير، الوزير هو المسؤول عن البواب اللي يوقف في الوزاره، ما فيش حد مش مسؤول عنه. قديش خدي وقت ترخيصك يا 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 سيد احمد؟ ترخيص الشركه قعد بالضبط 4 شهور. هذا عقد سجل تجاري وعقد تأسيس شركة، كل يعني من غير إذن مزاولة ولا مع إذن مزاولة؟ 4 شهور مع إذن المزاولة ولا إذن المزاولة قعدت فقط باش إننا يعني وصلت لإننا نجهز، وصلت الراجل اللي يخدمني وحده كل شيء قعدت شهر ونص. يعني غير الأربع شهور قعدت شهر ونص؟ لا هو في الأربع شهور نفسها، شهرين ونص و شهرين ونص وشهر ونص معناه. شهر ونص. الشيء الوحيد اللي تريحت فيه يا سيد احمد ممكن وكان سريع جدا اللي هو فتح الحساب، لان في منصه خاصه ما تتبعش الدوله. جميل، صح جميل. اي شيء يدار من الدوله فاشل حقيقه. انابيب بومبات الغاز يجيبوا لنا فيهم ينباعوا ب10 اضعاف حقهم، البنزينة تنباع ب15 قرش وفي كانات ومكانات ثانية تنباع بجنيه ونص، الكهرباء متاع الدولة فاشلة، كل شيء يدار من قبل الدولة الحقيقة أنه هو فاشل. دول أخرى عشان تفتح تدير سجل تجاري وتدير تأسس شركة تاخذ منك أقل من دقيقة زي سنغافورة. إحنا سيد أحمد رابع أسوأ دولة في العالم تقدر تنشئ فيها شركة، ربما قبل حلقات كنا نتكلم على هذا الموضوع. خليك معي سيد أحمد، حديث معكم ممتع جدا. محمود القش، نرجع لك مرة تانية سيد محمود. أهلا وسهلا بك خويا. أهلا وسهلا بك سيد محمود. طيب محمود، طيب محمود أنا وقفت إن أما أسهل الخدمة في السويد ولا خدمة في ليبيا؟ أنت كان حصلت مبلغ 50,000 دولار مثلا ولا يورو، هل تقعد في السويد أسس بيه مرشة غديكة ولا تروح لليبيا؟
لا اكيد اكيد، وانا حاولت زي ما قلت لك من قبل شويه على اساس ان في ليبيا اسهل واحسن، فيه في مجال، ليبيا قاعده خام، المنافسه فيها مش المنافسه فيها مش زي السويد. السويد المشاريع الصغرى هذه ما تاكلش اي خبزه مع الشركات الكبيره زي ايكيا والكلام هذا، ولا والله هي الايكيا هي ممكن تقريبا شركه عالميه اتات، ما تقدرش تخش ليبيا حتى في عهد النظام السابق ما تقدرش تخش، معناها في عهد مثلا كنا نعتقد ان امان لكن ما تقدرش تخش. سالتك مره عندي اتصالات لكن ما تقدرش تخش، لكن هذا الموضوع الاتات هذا بشكل ثاني. لكن الموضوع في ليبيا تو زي ما قال مثلا الاخ مهند والاصدقاء اللي كانوا قبل يتكلموا، معناها في العائق ان الدوله هي مش عاطيه القطاع الخاص مجال. 5000 مثلا 5000 مثلا جنيه على اساس تفتح شركه، يعني في السويد راهو نفتح فيها شيء راهو قصدي ممكن تقريبا مبلغ رمزي بس نفتح شركه، نفتح شركه اوروبيه انا مش حتى في السويد بس. فقصدي يا 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 مهند حاول يكون وجهك قدام الشاشه مش نقدر نشوفوك باهي، لكن ايه ما تدفعش انت ما تدفعش مهند، وحاول توخر شويه بس مهند انت ما تدفعش محمود يعني اسف محمود. اسف سامحني يا محمود سامحني محمود صحيح انك انت ما تدفعش شيء في السويد ورخيصه تاسيس الشركه، لكن قديش ياخذوا منك ضرائب بعدين اللي بما ياخذوش ضرائب نقدر نأسس لكن هي الموضوع هي المبدا هي قصدي معناها في تسهيلات انك تسجل شركه من غير راهو بيفت، معناها قصدي حتى ممكن تسجل شركه في موضوع مثلا في تجاره مثلا ببلاد ثانيه فيها اشغال حجز هذه صح، هذه ضرائب هذه راهو انا نقول لك انا حاجه ممكن على السويد الضرائب هذه لو ياخذوا فيها الدوله هذه راهو بتعطيني راهو بتنحي مثلا بتجمل الحدائق بتاخذ الكناسة بدي لي تدفئه بدي لي كذا، فقصدي الضرائب هذه في السويد هذه راهو نظام راهو ناجح 100%. يعني ممكن ناخذ 1000 جنيه 1500 لكن ما فيش مثلا ياخذ لك ناسه ما فيش تدفئه مركزيه ما فيش كذا، لكن لما تاخذ مثلا 500 من المعاش بتاعي وتاخذ كل شيء تسهل علي الميه السخونه تسهل علي هالبحاجات، فقصدي عادي الضرائب هذه في السويد نظام كويس وماشي به صح، ونظام الصحه حتى لو نمرض وما عندي شغل تعوضني حتى الدوله. قديش تاخذ منك كافية. قديش تاخذ منك الدوله السويديه ضرائب اخوي مهند؟ 35% 30-35% تقريبا. شريك شريك معك بالثلث معناها بتاخذ مثلا $1000 تاخذ منك 30% 35% ضرائب، هذه معروفه في السويد. لكن لو مثلا ما حصلتش عمل قعدت مثلا عاطل على العمل مرضت حجز هذه الدوله تدفع لك، فقصدي معناها الضرائب هذه مش خساره فيك، فقصدي معناها انت من جهه تقول ان 35% وعادي ندفعهم ومش عارف، ومن جهه اخرى نقول لك انا حصلت $50,000 تقول لي انا بنروح بيهم لليبيا. ليش بتروح بيهم لليبيا؟ ليش بتروح بيهم لليبيا؟ اول حاجه هذه الوطن عايش فينا مهما تغربنا، انا متغرب لي 20 سنه متغرب قصدي معناها ممكن من حاله النظام السابق للنظام هذا الجديد، لكن في نفس الوقت رجوع لليبيا هذا اكيد مهما كبرنا هنا في ولا عشنا ايامات ولا سنين ولا كذا الوطن يقعد عايش فينا. ماذا بينا ليبيا ممكن من 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 مليون حافظ قرآن ممكن نكونوا من مليون مبدع، والجروب هذا ممكن الأستاذ أحمد ممكن صاحب الجروب صراحة فيه ناس قصدي أنا بروحي تفاجأت بالكميات الهائلة هذه ممكن الحاجات المليحة اللي عندنا في الشعب، معنا ما عندناش إمكانيات ما عندناش خامات مليحة. أنا أتخيل لو الدولة توفر الخامات المليحة والخامات مثلا لكن ليش 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 منطقك يتغير لما تتكلم على السويد مع لما تتكلم في ليبيا؟ السويد ما توفرش خامات الدوله للمصانع ولا التجار يجوا يوردوا، يعني حتى لما تكلم بكري مهند وقال ان في خامات المفترض التجار هم اللي يوردوا، ليش تبي من الدوله الليبيه اللي ما طلبتهاش من الدوله السويديه يا محمود؟
ما نقول لك يعني حاجه بالنسبه لي انا كنجار وحاجه زي هذه، انا نقول لك يعني حاجه الخشب اللي في ليبيا كلها من ما فيش درجه اولى في ليبيا طبعا، هاني نقولها لك يعني بصراحه، وكل النجارين تعرف، كل الشركات تعرف، ما فيش درجه اولى تنزل للبلاد، معناها ممكن نقول لك يعني حاجه، ممكن الخامات اللي في ليبيا كلها تمشي ل مثلا مكان الجمله، لكن انا باش في محل باش انت تبي دير رف عادي، رف قصدي معناها زوجة ولا زوج بيمشي بيدير رف، لازم يمشي اللي بياخذها من الجملة بيمسحها عند النجار، وهذيك القصة كلها. علاش ما فيش محل فيه مثلا رفوف واتية فيه كذا، قصدي معناها قصص النجارة، وزي ما قال أخوي مهند احنا الليبيين مثلا ما عندناش هذيك الخبرة، مش زي مثلا المغاربة والتوانسة والكذا وحاجات زي هذه، لكن هم ممكن عندهم هالبقالات من قبل زي ما تقول مستعملينها من قبل، فيها في فن المشربيه في هلبة، لكن يعني عندنا ممكن تقول النجار تقول لك مثلا باب وشباك، معناها قصدي معناها زي ما تقول باب وروشن، النجاره مش ما توصلش لباب اللي مثل الباب وروشن، فقصدي حاله البلاد صراحه جديده، ليبيا قاعده خام في النجارة في العمل. هو اللي تبي تقول أخوي محمود إن ليبيا قاعدة سهل العمل فيها وما فيش منافسة قوية وسهل النجاح فيها، وحتى رأس المال الصغير يقدر ينجح. الشركات زي السويد لا يمكن إنك أنت تفتح ورشة صغيرة، لأن الشركات الكبيرة هي تاكلك ماكلة ومش هتحصل معهم أي شيء. لكن فعلا هو راو ليبيا ما يقلش ضرائبها عن السويد، بالعكس أكثر. يعني كان نتكلموا على ضرائب ليبيا غير الناس ما تدفعش فيها 37.75%، 20% ضرائب شركات، 3% ضريبة جهاد، 14.75 ضمان اجتماعي. الضرائب في ليبيا حتى هي عالية، لكن للأسف ما فيش حد يدفع فيها. مفترض تتغير، يكون في عندنا ضرائب للشركات الصغرى والمحلات وكذا. أنا ضروري ما نتكلم مع مرام باش الحل اللي احنا قصدي معناها ممكن الناس مثلا هذ الحرفيين مثلا، انا قصدي ممكن نزلت البلاد اكثر من مره، حاولت نشتغل فيها شغل مليح، ما لقيتش مثلا خامه مليحه، ما لقيتش مواد، كلها مواد صينيه. علاش ما فيش تجار ينزلوا حاجه مثلا خامات؟ انا بروحي نفسي وكان يتصلوا بي حد مثلا زي المبدعين هذا اشبع فيهم في الجروب صراحه، والله قسما بالله جروب ما شاء هو الله. هو محمد هو محمود بكل بساطه، السوق دائما يطلب في المنتج اللي يقدر يشريه، فرخص المنتج اكيد له علاقه برخصه للزبون النهائي. بقى في خامه لك ما تنفعش يا اخوي احمد، ما تنفعش قصدي ما تنفعش قصدي معناها ما نقدرش نخدم بها. انا بروح ما نقدرش، انا انصدمت انا بالمواد الخام والمواد النجاره والحاجات هذه ولا الالات ولا الحاجات هذه، ما فيش مثلا كلها مواد كبيره قصدي معناها زي ما تقول مثلا مشكله الكهرباء، هي فيها ماكينات بالشحن قصدي معناها، حتى تو كان مثلا انقطعت الكهرباء في ماكينات شحن قصدي ما عندناش في ليبيا قصدي، ممكن حتى يتصلوا بي انا اصحابي نجارين ومن الجروب ونعرفهم حتى انا شخصيا قصدي ما فيش ماكينات. علاش ما فيش قصدي علاش ما فيش؟ فيني ابدا في ابداع، لكن الخامه ما فيش، الشحن زي ما تقول الدوله مش عطتنا فرصه احنا كحرفيين، انا حرفيين قصدي معناها ما فيش. ممتاز. طيب خليني نوقف معك لهنا، انا والله عندي نيه نكمل مع كل واحد، لكن خليني نمشي لعصام ادريس. قال ان الدوله ما تدربش والدوله. طيب عصام اهلا وسهلا بك مره اخرى. عصام مرحبا استاذ احمد، ان شاء الله هيك الصوت واضح. هيك ممتاز. عصام ادريس، انتم عندكم محل من عام 1945، جدك قاري في الفنون والصنايع، قري تخيلوا يعني 1945 الليبيين كانوا يمشوا لتارزي ويفصلوا في بدالي، تخيلوا توا احنا ما نديروش فيها هي. كيف أثرت مدرسة الفنون والصنايع في عيلتكم أخوي عصام؟ أكيد أستاذ أحمد، هي كانت البداية يعني للحرفة هذه داخل الأسرة، من داخل مكتب الفنون والصنايع أو مدرسة الفنون والصنايع اللي كانت مختصة في ذلك الوقت لتعليم الشباب وتأهيل الشباب. يعني
في ذلك الوقت ما كانتش الفكرة نجبحوا للثروات اللي تحت الأرض فقط، حتى اللي فوق الأرض هذا جزء من ثروات المجتمع وجزء من ثروات الوطن. فلذلك كان تأهيل الشباب وتعليم الشباب وتوجيههم إن هم يتعلموا حرفة، هي هذا اللي كان الخطة اللي كانت موجودة، بدليل إنه هو كانت نسبة كبيرة من الشباب في ذلك الوقت حرفيين ومتعلمين وعندهم صنايع، يعني ما كانتش فقيرة البلد من أي مهنة يعني. طيب شغلك ممتاز عصام، يعني باين عليها الدقة وكذا، كيف تسوق؟ أنا يعني خليني نعترف لك بشيء، أنا كيف نسكن في طرابلس لربما أنا ما نفهمش في الدالي هلبة ربما، لكن يعني نسمع بالوفاتي، نسمع بنبراس زمان، نسمع بعدة محلات معروفة في البلاد متاع الدالي، لكن عمري ما سمعت به عصام إدريس. أنا أعتقد أن في نخب، هل أنتوا تعتمدوا في تسويقكم بس على مجتمع الصغير اللي قاعدين تخدموه لو خلاص ما تبوش تكبروا هالمجتمع هذا، كافينكم زباينكم يعني مش سامعين باسم محلكم قبل عصام؟ هي الفكرة وين أستاذ أحمد؟ لما أحيانا في وقت من الأوقات الدولة اخذت هي ذوق المواطن، اخذت منه إن هو كيف يشري وكيف يتسوق، فهنا شن صاير؟ أصبحت هذه من السلع النادرة داخل المجتمع الليبي، يعني بدليل زمان في وقت من الأوقات يعني كانت الأسواق العامة هي اللي تجيب البدلة وهي تجيب البنطلون وهي تجيب الأتات وهي تجيب السيارة وهي تجيب جميع الأغراض. فالفترة هذه يعني تتكلم على 25 سنة أو 30 سنة كافية إن هي تطمس معالم مدينة، وفي نفس الوقت كافية إن هي تنهض بمنتجات أخرى. ليش انتوا ما تمصدكمش البدل الايطاليه عصام؟ ليش انتوا ما تمصدكمش البدل الايطاليه؟ ليش قعدتوا انتوا مازال شادين روحكم؟ بحكم ان هي الرغبه، في نفس الوقت اختيار العمل هذا، حب العمل هذا، وفي نفس الوقت ما نبوش نخفوا على الناس ان هو حتى العائد المادي كويس، بدليل ان هي مهنه شريفه نقطعتوا منها عايشين منها بطريقه كويسه والحمد لله. يعني انا ما نبيش نخلي المشهد يكون ضبابي، بعض الشيء يقولوا لا المهنه ما تنفعش وكذا، لا ولا الحرف ما ينفعوش، لا غير الفرصه هي اللي تخليك تكتشف انك انت متجه اتجاه كويس او لا، يعني هذه الفكره يعني. انت كيف هذا الشيء اللي احنا قاعدين شادين روحنا؟ طبعا الدور الاسري له دور كبير يعني. طبعا هو شوف عصام، خليني انا يعني خطابك انت واعي باللي قاعد تقول فيه، لكن انا مش مع انه يتم دعمكم ولا اني ان انا نسكر البلاد وتقعدوا انتم بس تشتغلوا، لكن اعتقد اللي افسد المنظومه الصناعيه في ليبيا صناعه الاحذيه، صناعه السجاد عندنا، صناعه كذا، ان الاسواق العامه زمان كانت تدعم، يجيبوا في الدولار ب30 قرش وكذا، وانتم المصانع لم يتم دعمكم، هذا كان اكبر خطر عليكم، زي توا لما في ناس ياخذوا بدينار و40 وفي ناس لا، انت ما تقدرش تنافس واحد يجيب قماش على دينار و40 وانت تجيب فيه في 7 دينار، هذه اعتقد ان كل التجار يعانوا من نفس المشكلة هي بغض النظر. انت قلت لي كلمة جميلة عصام قلت لي ان حتى لو كان خدوه مني كل شيء غير يخلوا لي يبرى وسلك بس وحنرجع مرة، هل للدرجة هذه عندك عشق للمهنة؟ يعني كيف تشوف للناس اللي قاعدة تحلم بان هي تتوظف في القطاع الخاص، شن في القطاع العام، كيف ترى في القطاع العام انت من وجهة نظرك عصام؟ أنا اللي نشوفه يعني أو وجهة نظري في الاتجاه هذا أستاذ أحمد، وأنت رجل اقتصادي يعني ويعني قلت شيء كويس إنه حكاية فرق الصرف والعملة واللودة هذه الغريبة اللي هي بدت يعني هاجس للجميع، يعني كيف نبي نبدأ وكيف نبي نفتح وكيف نبي نخدم و فإحنا مثلا كان اختيارنا للقطاع الخاص أكثر حرية تعامل مع الناس، فيه ذوق، فيه فن، فيه هوية محلية لينا احنا، يعني انا نحب نركز على الهوية المحلية وبجديات، يعني من أكثر الأشياء اللي أجبتني داخل هذا الجروب أو صفحة وريني شغلك كم الطاقات اللي موجودة داخل هذا الوطن وما فيش حد معير لها انتباه،
يعني انا تفاجات واحد من الناس، تفاجات في يوم من الايام كنت مثلا نسافر باش نستورد باكيت او نستورد قطعه نايلو او اي اكسسوار معين لغرض الشغل متاعي، فاكتشفت فعلا في الطاقات هي موجوده في البلد عندنا وقادره ان هي تحقق، وفقط يعني تبي شكون يركز عليها وينظر لها ان هي تروى داخل الوطن، ما يشطحش اللي تحت لطاي، يعني نقصد بين قوسين بترول او نفط او حديد او ذهب او حي شيء في الرمله ما نشبعوش فيه احنا اصلا، لكن اللي فوق في الارض هذا اللي قاعدين نشوف فيه انت مش معتبره ثروه، مش معتبره ثروه، يعني ما يعني احترامي للشخصيات اللي سهل النجاح. عصام انت حكيت لي، عصام انت حكيت لي انك انت طورت موهبتك مشيت لميلانو لفينس ولا حتى تركيا مشيت يعني حضرت دورات وكذا، وانت تشوف في هذا يعني الخدمة في بلاد برا، من وجهة نظري إن النجاح في ليبيا أسهل بكثير من أنك أنت تمشي لبلدان أخرى، هل ترى في ليبيا اليوم مكان سهل أنك أنت تأسس فيه في أعمال؟ يعني الناس أغلبية الشباب متدمرة، يقول لك أنا ما لقيتش نخدم، ما فيش نخدم، مع أن في مصريين يعني حتى المكاسب اللي يديروا فيها المصريين ربي يزيد يفتح عليهم، أنا أي ما دام المصري يقدر ينصب الخضرة متاعه ولا الفواكه متاعه في الشارع وقدر يكسب صحة ليه، مع مفروض ليبي هو مكانه، لكن ما دام ما فيش ليبي يبي ينوض بكري ويبي يكسب راهو مبالغ كويسة هالبرا وجماعة الخضرة هذوما. لكن نرجع ونقول مرة تانية، هل سهل الخدمة في ليبيا عصام ولا صعبة؟ طيب هنمشي لمرام على السريع، ما نبوش نفقد نسكر الحلقة بدون ما نختم عليها. مرام أهلا وسهلا بك مرة أخرى، ما سمعناكش كويس مبكري وانت تتكلمي مرام. لأن كان بس الضي هارب والنت ضعيف. ممتاز مرام، أعطينا نبدأ عن الشيء اللي تشتغلي فيه، قداش عمرك، قداش ليك تشتغلي فيه، وهل لما خشيتي للصفحة بديت تبيعي لزباين في الشغل متاعك ولا لا؟ تمام، هو أنا هذا التخصص نقرأ فيه. خشيت في الجامعة في 2016. بداية ما كنتش أصلاً حتى نعرف شنو هو التخصص ولا شيني خاشع على أساس تخصص معين اللي بنخشته. فهي مادة هيك قريناها مدخل خزف فنعجبني، وكنت الحق ما توقعتش روحي أني نكون متفوقة في الدرجة هذه. فبدأت العمل اللي نخدمه الكل يعجبهم ويكون حاجة يعني فريدة، فمنها خلاص عجبني التخصص خشيت فيه. فلما خشيت بدأت نقرأ فيه وتعمقت فيه وهيكي، فبدأت نخدم في أعمال الجامعة وهيكي، فكانت أعمالي ديما تكون مميزة وتعجب في الكل. فطبعاً أنا ما كانش عندي جرأة أني نبيع ولا أني نعرض في النت ولا هذا كله، ما كانش. كنت أول عمل نخدمه برا كنت خدمت زوز فوانيس، واحد هدية لماما ولخالتي فقط، ما كنتش نخدم للناس، ديما للعائلة للجامعة. ففي داروا لي دعوة لجروب هوا وريني شغلك، فكنت مترددة اني ننزل فيه ما ننزلش، على 3 ايام ننزل ما ننزلش. ففي يوم نزلت وخلاص سكرت النت، كنت خايفة بصراحة من ردة فعل الناس، يتقبلوا الشغل ما يتقبلوش. فبعدين في ناس تعطيك طاقة سلبية مرام، يعني في ناس يقول لك شن قاعدة تديري ولا شن، يعني كيف يقدر يتنمر عليك حد؟ يعني الشغل والله أنا أسمعي، أنا لو كان حقيقة لو نلقى مش هذه التفاحة اللي قبلها في حاجات فوانيس ممكن سميتها فانوس أنت اللي طالع منها ضي، هذه مؤكد إن أنا نشريها، لكن بنسألك على سعرها مثلا صغيرة أو كبيرة، هذه قديش سعرها مرام؟ هي من ناحية الأسعار على حسب، ما والطلاءات تختلف على من غير طلاء، أنا كم نشريها منك حنشريها من غير طلاء هيك، لكن قولي لي بس قديش سعرها؟ حيكون سعرها 50-40 طبعا على حسب حتى هي النكشة كيف بتكون. طيب هذه المواد الخام منين تجيبي فيهم انت الطين هوا؟ في جمعية خزف هنا موجودة في طرابلس، فهي اللي ناخذ منها في الطين، وردي اصلا نحرق عندها واغلبية الحاجات، حتى في حاجات نخدم فيها غادي. تمشي للجامعة غادي مش الجامعة. في مكان اسمه جمعية الخزف هو اللي نمشي نخدم عنده غادي، لانه هو زي جمعية الخزف مكان كبير تقدر تمشي تخدمي فيه، تخدمي النطين فصة طلاءات وعلى حسب خدمتك. احنا عندنا انا نحيي بوك ووالدتك يا يا يا
يا مرام على انهم ساندوك. احنا في مجتمع للاسف رجولي شويه، والمراه في 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 عائلتها الناجحه دائما وراها حد. من اللي كان واقف وراك انت مرام في هالنجاح او الطلعه اللي طلعتيها هذه؟ هل والدك ولا والدتك اللي كانت مسانده ليك او من اكثر؟ الحمد لله الحق انا اكثر حاجه كانت ماما، وعندي خالاتي الحق ديما يقيموا في المعنويات، اعمالك حلوه نزلي وديري واعمالك ما شاء الله، واخواتي الحق ما فيش ولا اي حد كان قصر فيهم، ديما يدعموا فيا في اعمالي، وهم اللي كانوا اصلا يبوني اني نبدا نشتغل ونبدا ننزل اعمالي، وهم اصلا حتى اللي شجعوني اني ننزل فيه الجروب. يعني باي طيب هذا هذا يعني. انا حسيتها انا عذريني في العماره مانيش شاطر هلبه، لكن ال- 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 الذوق هذا في الجرات اللي درتيهم هذا يعتبر طراز مغاربي له علاقه بشيء في ليبيا ولا لا؟ مرام هذه النقشه نقشه ليبيه ولا لا مغاربيه؟ اما صوره الفانوس، الفانوس الفانوس لا، هذه اشكال واتيه بحيث انك انت كانها زي الهيكل انت تخدم فيه، يعني هي مش شكل من حاجه معينه ولا واخدينها من طراز معين مثلا طراز ليبي او هيك، لا هم مجموعه تحاوليش ما تحاوليش ما تحاوليش تليبي الفنون هذه مرام، ما فيش كيف تحطي مثلا الاشياء اللي لها علاقه بالكلتشر متاعتنا بالثقافه متاعتنا اللي هي ما نعرفش انا ربما تكون خميسه ولا لا ولا تمام ولا الاشياء الليبيه هذه زي مثلا التوانسه، التوانسه دائما تلقى الخميسه هذه الخمسه موجوده في كل في كل تصاميمهم وفي كل ما نعرفش عندنا احنا كليبيين من تصاميم يعني مغاربيه وكذا. هل تعتمدي في هذا الشيء في في فنك في 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 حاجاتك؟ المفترض مثلا الرئاسي الرئاسي مفروض يعطي تحف زي هذه حاجات تقليديه دائما المغرب والدول هذه يعطوا لي 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 يعني يشجعوا مواطنينهم الصناعات التقليدية ويعطوا أشياء ممكن ربما مش فانوس ولكن أي شيء تقليدي. أنا نحيي أهلك مرام قبل ما نحييك أنت، إن هم ساندوك والدتك وخالاتك فعلا إن هم ساندوك وخليك وخلوك تخش هذا المجال. أنا نتمنى أنك أنا نشوفك بمشروع كويس. على فكرة في شخص تعرفت عليه من غريان خدم مع فرانس إكسبرتيز مشروع كبير جدا متاع خزف او هذا الطين يعني الخزفيات، ومشروع انجح جدا. كان المفترض ان نكلمه يكون معي اليوم للاسف، لكن حنستضيفه. فعلا ممتعه الحلقه مع شباب زي هذا ويعطوا الامل وكذا. مرام نتوقع له مستقبل جيد. نرجع لاحمد قرواش. احمد قرواش معك سيد احمد. ايوه طيب سيد احمد، انت يعني هل شنو نوع الخدمه اللي تبيها من الدوله؟ شنو تبي منها الدوله من ناحيتنا؟ ايه من ناحيتك انت اسف فيك. انا والله حقيقه ما ابي منها شيء. برافو عليك احمد، برافو عليك، برافو عليك. خلينا نمشي على السريع. محمود القش خلينا نسألك نفس السؤال محمود. طيب اعتقد انه هو حيكون عصام موجود معاي. مهند موجود معك. مهند شن تبي من الدولة؟ مهند ولا حاجة خلونا بجدك ولا حاجة؟ ولا حاجة بالنسبة لي أنا كشغلي ونوع شغلي ما التسهيل المواضيع، بس اللي هي من ناحية ممكن حتى مش لي أنا، من ناحية التجار كان تعاملي مع تاجر، يعني ما نجيبش مواد من برا ولا لي علاقة نجيب مواد من برا، لكن حسب ما نتكلم مع التجار مثلا يجيب لا صعب لا كذا، فماذا بينا يسهل المواضيع للتجار باش يوفروا لنا امكانيات، يوفروا لنا مواد، يوفروا لنا ماكينات. ما تفرضش عليا ان انا لما نمشي لمحل بناخذ منه حاجه يا واحد يا اثنين، لا اعطيني واحد اثنين ثلاثه واربعه، اعطيني خيارات. زبونك ما يقدرش يدفع يا مهند. زبونك ما يقدرش يدفع الغالي، هذا علاش؟ انت لما بتجيب تشتري حاجه غاليه
خشب غالي، حتى التاجر بيخمم بنفس طريقتك انت. التاجر ما يقدرش يجيب حاجه تقعد له في رقبته مهند. الزبون ما يقدرش يدفع حاجه ضعف حقه، يقولك هذه غاليه هلبه لانك انت جبت مواد غاليه هلبه. لربما هذا هو رد التاجر حيكون. انا متاكد، انا لو كان نعرف ان في لوح نوعيه معينه حيشراها مني مهند ويشراها مني علي ويشراها مني خالد، انا غضوه نمشي نجيبها، لكن حيكون في صعوبه في بيعها. هذا علشان نقول مهند يكون في طلب، صح ولا يكون في طلب للموضوع؟ صح، لا مضبوط الكلام هذاك. لكن اللي شفته الفتره الاخيره ان الناس بدت خاصه ان في الانترنت وكلها تتفرج على الانترنت ويشوفوا في الاثاث ويشوفوا جميع كل شيء، يعني ما نتكلمش على الاثاث. ففي تطور صاير خاصه في تو في الحاجات في الديزاين والتصاميم والحاجات دي كلها. ففي ناس تبي حاجه مميزه، اعطيني حاجه مميزه وكويسه وعاد نخلص عليها. مهند انا 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 مضطر اني ننهي الحلقه مهند، لكن نصيحه لك انت بهي، انا شفت هذا الموضوع في هلبة بلدان، يحطوا في صوره ياخذوا فيها من انترنت مثلا شكماجه ولا سرير ولا اللي هو، ويحطوا عليها سعر. هذه الصوره ماخوذه من حد بروفيشنال معناها مصورها، انت تقول اننا نقدر ندير زيها، نقدر ندير زيها 100%. انا ننصحك انك انت تمشي لاحمد قرواش باش تشتغل معاه، يدير لك كامبين وانت بدل ما يخلص منك تديره مقايضه. احمد قرواش صديق من قبل. خلاص انت بقى يصمم له كم طاوله وكم كرسي، وهو خلي يدير لك شعار وصفحه فيسبوك وكذا تبيع من خلالها. الشباب كلكم اللي قاعدين اليوم كنتوا تقدروا تستفيدوا من بعضكم كويس. شكرا لك مهند، انت كنت خايف انك انت تتلعتم في الحلقه، وانت فعليا تكلمت احسن مني يا مهند. انا نشكرك، وانا فعلا والله كنت سعيد جدا باستضافتكم. شباب للاسف الشديد الناس اللي قاعده في الجبهات اليوم راهو في منهم هلبه زي عصام وزي مهند وزي غيرهم، كلهم اولاد عيله وللاسف مضحوك عليهم وقاعدين يحاربوا ونخسروا في احباء ونخسروا في دماء بدون اي سبب. للاسف الشديد نتمنى هذه الحروب تنتهي، ونتمنى نشوف كل شباب بلادي زي الشباب الرائعين اللي شفناهم اليوم. كان بودي اننا نطول مع عصام اكثر، نحكي معاه، مع مرام، مع محمود، مع مهند، مع احمد قرواش، كلهم اشكرهم جزيل الشكر. اشكر احمد على هذه الجروب الجميل اللي خلانا خلى الامل عندنا يتجدد. لقائنا معكم الحلقه القادمه بنفس التوقيت في امان الله.